عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. طبعا وجود الكبش بيعتبر من أكبر المشاكل اللي بتقابل البنات والشباب. طبعا بتكون دي مشكلة بالنسبة للمظهر الخارجي، إضافة إلى إنه زيادة وزن البطن الكبير ده بيكون عائق أساسي أمام عملية ارتداء الملابس، لأننا بنحس إن الملابس بتكون ضيقة، تكون أصبحت إن هي تكون ضيقة، وكمان بيحصل عن الموضوع دوت آثار سلبية ونفسية كتيرة. النهاردة محتاجين نزيل كل الحاجات ديت. بداية كده شيء أساسي ومهم جدا يا جماعة، إننا نشرب المية كتير وما تقلش عن 2 لتر من المية في اليوم. يعني نشرب قبل الاكل مرتين كوبايتين من الميه وقبل النوم. كمان يجب علينا ان احنا نعمل عمليه شد لعضلات البطن باستمرار وعلى مدار اليوم. نعمل عمليه شد وسحب البطن للداخل على مدار اليوم، وبالتالي تبقى عاده عندنا. العمليات هتقوي من عضلات البطن. وشيء مهم جدا ان انت تقسمي الوجبات لوجبات صغيرة عشان نقلل من حجم المعدة، ونزود من أكل الخضار والسلطة بكمية كبيرة. واللي بيعاني من مشكلة السمنة ياكل الفجل والسلمون والخضروات الورقية، والمشي كمان مفيد جدا يا جماعة. لو نخصص كل يوم ربع ساعة في اليوم إن شاء الله هتكون كافية جدا. تعالوا بقى، أنا آسف إن أنا طولت على حضراتكم، للمشروب اللي هنقدمه لحضراتكم النهاردة. المشروب دوت رائع جدا وفعال في نسف الدهون والكروش وكل البروز والدهون في منطقة البطن، كمان في منطقة الفخذين ومنطقة الأرداف. هنستخدم في المشروب دوت خل التفاح، وهنستخدم الزنجبيل المطحون، وهنستخدم القرفة المطحونة. تعالوا مع بعض نعرف حضراتكم الطريقة. أول حاجة أنا هاخدها، أنا هاخد من القرفة هاخد معلقة من القرفة المطحونة. بعد كده هاخد من الزنجبيل المطحون نص معلقة، وهاجي بعد كده على خل التفاح هاخد منه معلقة. بعد كده أكون محضر مية دافية وهزودها على المكونات ديت، وهبدأ بقى عملية تحريك للمكونات ديت علشان تختلط مع بعضها البعض في المية الدافية. وهبدأ بعد كده ان انا اسيب الخليط دوت لمدة 10 دقايق. يا جماعة ممكن تحلية المشروب بالعسل، وممكن نشربه بالطريقة ديت، وممكن نعمله بطريقة ان احنا ناخد المكونات ديت على مية باردة ونغليها على النار لمدة 5 دقايق، لكن انا بفضل دايما الطريقة اللي انا عملتها ديت، لان طبعا غليان المية ساعات بيبقى يعني ايه، بيبقى مش كويس اوي، فالافضل نعمله بالطريقة ديت. الطريقة دي جميلة جدا. بعد ما نحضر المشروب زي ما قلنا لحضراتكم هنسيبه لمدة 10 دقايق، وبعد كده نقدر نشرب المشروب دوت كل يوم على ريق لمدة شهر. ان شاء الله حضراتكم هتحسوا بنتيجة جميلة جدا قبل ما يمر الشهر، وهتكون النتيجة رائعة، وهتشوفوا بنفسكم قد ايه المشروب دوت هيخلص الجسم من الدهون الزايدة اللي موجودة وخصوصا في منطقة البطن. يعني المشروب دوت رائع جدا ومفيد. طبعا القرفة والزنجبيل لهم فوائد كتيرة جدا في عموم الصحة، وخل التفاح، يعني 3 مكونات لهم فوائد جميلة جدا ومميزة. انا اسف ان انا طولت على حضراتكم في الحلقة، اشكركم على حسن المتابعة، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.